السلام عليكم، ان شاء الله راكم كامل لاباس، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله حنجاوبكم على سؤال اللي دائما تطرحوه، اذا نقدروا ننزلوا من السرعه الرابعه للسرعه الثانيه ونقدروا ننزلوا من السرعه الثالثه للسرعه الاولى. نقول لكم ايه نقدروا، يعني تغيير السرعات بدون ترتيب. هنايا بصح ماشي الواحد مبتدئ في السياقه، لازم يكون شويه متمكن من السياقه. وشنو كيفاش متمكن؟ يعني يكون خلاص متمكن من التغيير في علبه السرعه، ما يكونش واحد يعني مبتدئ مازال يغلط في علبه السرعه ويحب يدير هذه التجربه اللي حنديروا الدرس تاع اليوم. يكون واحد يعني متمكن خلاص من علبه السرعه، ما يغلطش في الليبيتاس ديالو، ثم يقدر يدير هذه الطريقه. دوكا تيك في هذا دوك هنايا يعني كيما قلت لكم مسلك دائما ما ندخلوش بالسرعه الخامسه، رجعتها للسرعه الرابعه باش نقدروا ندخلوا المسلك ديالنا. ودائما ما ناكسيليريوش، ميم رجلنا راهي محطوطه على لاكسيليغاتور، مي ما رانيش نابوي على لاكسيليغاتور، راني جوست حطتها. واذا اضطريت باش ننقص بالفران ننقص بالفران على حساب البروتيل، يعني على حساب المسلك اللي نكونوا فيه. نطفي الاشاره تاعي، نرجع ناكسيليري شويه. هنا قلت لكم هذه الطريقه تغيير السرعات بدون ترتيب نديروها، مي بصح يكون واحد متمكن من علبه السرعه تاعو من تغيير السرعات. يعني ماشي كاين واحد مازالو يغلط مبتدئ، مازالو يغلط بين بريمير وطروازيام، يعني تقول له دير بريمير يدير طروازيام، ولا تقول له دير طروازيام يرجعها بريمير ويحب يدير يطبق هذا الدرس. هذا الدرس الواحد يكون ديجا خلاص وبدا يخرج وبدا يتمكن من السياقه لوحده وحب يدير هذه الطريقه اللي نطبقوها في بعض الحالات فقط، ماشي دائما، بعض الحالات المفاجئه. مثال انا هنايا، حنا من الاحسن اي طريقه نحبوا نستعملوها يعني تغيير السرعات يكون بالترتيب احسن حاجه. ولكن ساعات نكونوا في طرقان ما كانش لافتات ولا ما كانش ما نعرفوهمش هذوك الطرقان. مثال هنايا انا راني بالسرعه الرابعه وشت ما بلي كاين هنا روبو، وانا لازم ندير روبو، نهبط الاشاره تاعي، ننقص بالفرا قبل نقص، ننزل السرعه تاعي، ومن بعد نضغط على لومبرياج، راني من السرعه الرابعه نرجعها بوامر جبد العدي، نرجعها للسرعه الثانيه. في هذا الرومبوا درتها لكم واحد في واحد الدرس، ومن بعد سالتوني بزاف كيفاش حيت من السرعه الرابعه رجعتيها دائما للسرعه الثانيه، وما نقدرش نجاوبكم نجاوبكم في التعليق، كان لازم عليا ندير لكم هكذا بالتطبيق باش تفهموا. هنا نعاود نرجع لليمين ديالي، نرجع للسرعه شويه، ناكسيليري، نعاود نضغط على لومبرياج، نديرها من السرعه الثالثه، نعاود ناكسيليري لها شويه، نعاود ناكسيليري، من بعد نرفع رجلي من الاكسيليغاتور، نضغط على لومبرياج، نرجعها للسرعه الرابعه، نعاود نطلق لومبرياج كامل وناكسيليري شويه، ندخل هذا البروتيل تاعي بالسرعه الرابعه، ومن بعد ندير السرعه الخامسه كي نخرج منه. هنايا دائما راني في منحدر، نقص بالفران شويه. قلت لكم تما لازم، علاش قلت لكم هنايا نردوا بالنا من هذا التغيير السرعات. كاين اللي يكون يمشي يعني مبتدئ الا غالب ما يعرفش، يكون يمشي بسرعه ومن بعد يقول انا يقالوا لي من السرعه الرابعه نرجعها ديريكت للسرعه الثانيه. صح تقدر في بعض الحالات، بصح هنايا لازم تنقص قبل السرعه تاعك تشد شويه طوموبيل بلومبرياج والفران، ومن بعديك ترجع السرعه كيما درت لكم بوامور وتجبد لعندك وتهبط. هذا هو الطريقه الصحيحه، ما تكونوش ردوا بالكم تكونوا بسرعه عاليه وتمتم تنحوا رجلكم. هنايا ناكسيليري، نضغط على لومبرياج، نرجعها للسرعه الخامسه. ردوا بالكم واحد يكون يعني بسرعه عاليه ومن بعديك من هذيك السرعه يعني يكون يمشي 80 ولا 70 ومن بعديك مباشره ينقص، ما بلا ما ينقص بالفرا يروح ينقص في علبه السرعه تاعو، هكذاك راح يهلك السياره ديالو، يعني يهلكها مع الوقت. واحد مره زوج خلاص السياره تاعو تتهلك. يعني من الاحسن لازم نقصوا السرعه ديالنا، نقصوها تلحقنا، نقولوا لكونا مثلا نمشوا 60. شوفوا هذا راه حاب يتجاوزني على اليمين، وبختون شعلت الاشاره تاعي، والتجاوز على اليمين ممنوع. نقص بالسرعه تاعي، يعني كاين سائقين كما نقولوا حنا متهورين، ولازم دائما حنا واحد يساعد واحد باش ما يصراوناش مشاكل في الطريق ديالنا وندخلوا في امان ان شاء الله للدار. دوكا تيك هنايا نقص، رجعتها للسرعه الرابعه، نطفي الاشاره تاعي، نقص بالفران.
شفت هنا يا باللي كاين طريق مكسرة وما تقدرش نقعد بهذه السرعة الثالثة الرابعة، نضغط على لومبرياج نديرها السرعة الثالثة، نطلق لومبرياج نص، نرجع لاكسيليغاتور. هنا يا بالك تشوفوني ما رانيش نحط رجلي مليح كي نضغط على لومبرياج، على خطر على جد التصوير برك باش ما نزغطش في التصوير ديالي بزاف ويطيح لي ما نقدرش نصور. هنايا دوك هذيك الكاميرا راني مثبتتها لكم على علبة السرعة باش تشوف. هنايا دوك هذيك انايا راني بالسرعه الثالثه، ومن بعدك شفت هنايا دودانا ما نقدرش انايا يعني كنت في مكان ما نعرفوش ولا ما كانش لافته نقدر، وهذه الدودانة رقيقه اللي لو كان نديرها بالسرعه الثانيه تقدر تهلك لي السياره ديالي. صافي واش لازم ندير؟ نقص بالفران، نضغط على لومبرياج، نرجعها بوامور، ندير بريمير ونعاود نديماري في الدودانة، يعني نعاود نديماري فوق الدودانة. هنايا شوفوا من السرعة الثالثة نعاود ناكسيليري، نرجعها السرعة الثانية، نعاود ناكسيليري، هنايا كي نشوف نعاود نشوف الدودانة، نعاود نقص، يعني شوفوا لي دودان هادوما دائما نقصوا بالفران كي يكونوا لي دودان هادوما العراض، يعني الحنان ما يكونوش هذوك لي دودان الرقاق يكونوا مسمومين واللي لازم نهبطوها للسرعة الأولى. هنا راني درت لكم كيفاش تنقصوا من السرعة الرابعة للسرعة الثانية ومن السرعة الثالثة للسرعة الأولى، بشرط برك لازم تنقصوا تخفضوا في السرعة باش تغيروا السرعة ديالكم، ما تكونوش في يعني في سرعة عالية ومن بعد مباشرة تروحوا ترجعوها للسرعة الثانية. نقول لكم إن شاء الله هذا الفيديو كان خفيف عليكم واستفدتوا منه، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.